تطرح مدينة شباب 2030 في نسختها 11 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين، تطرح العديد من البرامج الجديدة ضمن مراكز 5 رئيسية المكونة لهذه المدينة. ويسعى مركز حي الفن، والذي يعد أحد المراكز الرئيسية التي تم إطلاقها منذ النسخة الأولى لمدينة شباب 2030، لإدخال برامج جديدة تتواكب مع المستجدات والمتغيرات العالمية. ومن بين أبرز تلك البرامج التي تم طرحها برنامج NFT، والذي يقوم المشاركون من خلاله بتحويل القطع الفنية لرموز قابلة للاستبدال على المنصات الإلكترونية. هذا وتم استحداث عدد من البرامج التدريبية في مركز الابتكار بهدف استقطاب أكبر شريحة من المشاركين، حيث لاقت هذه البرامج خصوصا فيما يتعلق ببرامج السوشيال ميديا والتصوير وصناعة الأفلام القصيرة وعدد من البرامج الموسيقية اهتماما كبيرا من قبل المتدربين من مختلف المراحل العمرية.